تستأنف اليوم جلسات الأسبوع الرابع من المحور السياسي للحوار الوطني، وتناقش جلسات المحور السياسي تذليل العقبات التي تواجه العمل الأهلي، وعلى التوازي معها تعقد جلسة حول متطلبات حرية البحث العلمي، وتتبعها جلسة حول قانون الإدارة المحلية إلى جانب استكمال مناقشة قانون المجالس الشعبية المحلية المدرجة ضمن قضايا لجنة المحليات. وللمزيد من المتابعة حول جلسات الحوار الوطني للأسبوع الرابع ينضم إلينا من مقر الحوار الوطني مراسلنا محمد رياض. محمد، دائما لديك الجديد، تفضل. مساء الخير عليك هيثم، تحياتي لك. نعم، يستأنف الحوار الوطني اليوم جلساته، والتي تأتي ضمن جلسات الأسبوع الرابع، حيث يتم مناقشة المحور السياسي. اليوم سوف يكون هناك أربع جلسات، جلستين منهما مخصصتين لمناقشة العمل الأهلي وأيضا قانون الجمعيات الأهلية، وهي الجلسة التي تأتي ضمن جدول أعمال لجنة النقابات المهنية والعمل الأهلي. في هذه الجلسة أيضا سوف يتم مناقشة قانون العمل الأهلي والجمعيات، وأيضا سوف يتم مناقشة اللائحة التنفيذية، أيضا مناقشة التعديلات على قانون العمل الأهلي، وذلك لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من العمل الأهلي، حيث أن هناك كان أيضا في الجلسات السابقة مطالبات بتوحيد قانون العمل الأهلي، لأن هناك عدد كبير من الجمعيات الأهلية بتمارس القوانين الخاصة بها بما لا يحقق الاستفادة القصوى من العمل الأهلي التي تستفيد منه الدولة المصرية في السنوات الأخيرة. أما بخصوص الجلسة الثالثة، وهي جلسة مخصصة حول التفاعل بين الجماعة الأكاديمية المصرية ونظيراتها في الخارج والبحث العلمي، وهي الجلسة التي تأتي ضمن جدول أعمال لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة، وهذه الجلسة بتناقش كيفية تطوير البحث العلمي بصفته أحد أساسيات تقدم الدول، وأيضا التفاعل بين الجماعة الأكاديمية المصرية مع نظيرتها في الخارج بما يحقق استفادة قصوى بين الجماعة الأكاديمية، وأيضا البحث العلمي بما يحقق الاستفادة للدولة المصرية. الجلسة الأخيرة، وهي الجلسة المخصصة لمناقشة قانون الإدارة المحلية واستكمال مناقشة قانون المجالس المحلية، وهذه الجلسة بتأتي ضمن جدول أعمال لجنة المحليات. الحقيقة هيثم، على مدار الجلسات السابقة كان هناك أيضا مناقشات خاصة بالنظام الانتخابي للمجالس المحلية، ولم تصفر هذه المناقشات عن شيء، خاصة أن البعض بيطالب بالقائمة المطلقة والنسبية أم القائمة الفردية، ولذلك سوف يتم تنظيم ورشة عمل مصغرة لمناقشة العمل الانتخابي في بالنسبة لقانون المجالس المحلية، بصفة أيضا أن قانوني المجالس المحلية والإدارة المحلية هو قانون دستوري منذ دستور 2014، والذي ينص على ضرورة أن تكون هناك مجالس محلية منتخبة تحقق اللامركزية، وأيضا بتطالب بمحاسبة أعضاء المجالس المحلية لأيضا رؤساء المجالس دستوريا. هذه هي ما سوف يتم اليوم من الجلسات، حيث بدأ منذ قليل توافد المشاركون في الحوار الوطني على قاعات لمناقشة هذه القضايا اليوم. إليك هيثم، اتفضل. من مقر انعقاد الحوار الوطني الزميل محمد رياض، شكرا لك على كل هذه المعلومات.